طبعا والمسخره. خدونا سحل الجماعه بتوع الامن دولت من تحت بطاطي، وضرب في الدكتور طارق وضرب في الدكتور عبد الفتاح. الدكتور عبد الفتاح عرف يهرب، سلك ايده وطلع يجري يستنجد بالنقطه بتاعت المستشفى. رفضوا التدخل وقالوا دلوقتي هم هيخلصوا، استنى انت بس. حس ان هم هيكابتنوا عليه، راح طلع يجري منهم وطلع جري على بره المستشفى تاني يحاول يستنجد بافراد المرور اللي موجودين عشان تنظيم دخول الاسعاف وكده. كانت بدا الاهالي تتلم علينا وتحاولوا حرام عليكم، دي عيب، دي ست، عيب يا جماعه، ما يصحش. انا بدات اقول له حرام عليك، طب استروا عرضي، حرام عليكم بهدومي المتقطعه واللي متعريه ديت. كان الامن بتوعه دخلنا جوه المركز الكبد ده، حبسونا جوه، قال لهم خدوها هي ارموها في اي مكان، والولد تاني في حته تانيه بعيده عنها. قلت له حرام عليك، ربنا يستر عرضك، كفايه بهدله فيا كده. راح بعز موته تاني، اداني بالضرب في كتفي من فوق، وقعني الارضيه عندنا بورسلين، زحلقني الشوز بتاعي اتقطع في رجليا، وقعني، وقعتي بايديا وركبي وصدري وكله وقع على الارض. لقيت وقعتي بين فردتين الجزمه بتاعت حضرته، مشكورا ربنا يعزه زي ما عزني. طلع الاهالي تخش وتتشابك مع بتوع الامن، ما حسيتش بنفسي غير حد بيجري بيا وشايلني وبيشدني وبيحطني جوه عربيه وبيهربونا بره المستشفى. لقيت نفسي بره عند سور شركه الكهرباء اللي بعد المستشفى، ودونا وانا مش عارفه اتحرك، لان انا اصلا عندي ظروف مرضيه، انا عامله ترقيع عظم في نص فقرات ظهري ومركبه شرايح ومسامير، ما بعرفش انحني، ما بعرفش اوطي ولا اعمل اي حاجه، حتى الصلاه لربنا بركع واسجد على مكتب قدامي. سندوني الناس، رحنا عملنا محضر في القسم، ورئيس المباحث مشكورا لما لقى الحكايه كده طلع بني ادم في منتهى الخلق بصراحه، وقال انا عايز تقرير طبي للست ديت ويكون في منطقه محايده مش عند مدير المستشفى، لان التقرير اللي تيجي من عنده ده ما ينفعش يبقى خصم وحكم.